waxaan oo wanaagsan daawadayaasheeda qiimaha iyo qadarinta naga mudanow daawadayaal waxaan halkan idinka soo gudbinaynaa barnaamij lagu soo bandhigay magaalada Burama gaar ahaanna hoolka weyn ee shirarka ee jaamacadda Camuud ee la yiraahdo magaciisa City Center barnaamijkan oo bandhigiisa uu ahaa bug cusub oo uu dhowaan soo diyaariyey Sheekh Maxamuud Naxwe oo magaciisa la yiraahdo Sheekh Maxamuud Sheekh Cabdillaahi Cilmi kuna magac dheer Sheekh Maxamuud Naxwe deganna magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer Sheekh Maxamuud Naxwe waxa uu halkan idinku soo bandhigay buug magaciisa la yidhaahdo Baraadhaha Guurka iyo Aragtida Islaamka ee Habdhaqanka Islaamaanaha daawadayaal wakan barnaamijkii ee ku soo dhawaada washhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la washhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu balagha risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-umma wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta ata al-yaqin يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إن شاء الله تعالى آيات كان افتتاح من كده لينا مركب ورسا لما أنتين إن شاء الله تعالى وحن رقد بليا كلمة الشكر أخيارت رنتي آدي آدو شرفت قدم مركا وحاو يكسو غيب شيء وغورين وحا مركا أنهم بليد وغور ريسا أما الشكر وغور ريا مركا سينيا ماملكة جامعة عمود رنتي أو نوو تفضلي هو الكم بلارا رنتي حقيقة إلهي نميزانك حسناتك وغدر علينا كذلك بروفيسور هذا معلمين تا ارضي الجامعات كا لبدا الجامعات بان الى هذا الجامعات كلا الافتقيدة اخيارتا كلا شرفتا كسو غيب شيء اخيارتا كلا نمان قودهان وحانك السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حقا والدنا رالي نقضونا كل قابكا ان عمدتك او قد بيه كلمة شكر والدنا في عين ان ورليال كل واحد شرع متيمك إلى طبعاً صنع ويأتبوك وحشير شيئا يوم كل ما نوحنا وقير ترى وحنا وحوانا وقوية المهم واحد شرع هذا لكاريغو كتب إنا قريب وحانا نوحش إذا كنت علماء فربداً باشرتا ودنك صومالي دا وعلم بدن مشكلة دا إنا عيسى تصومالي دا ملك وقوه ريسا وحويا عدم التأليف من يهندد وحوانا marka aniga muhiimadeeda koowaad ee aan ka leeyahay kulka hore qoraalkan waxa weeyaan tashjiic in marka dhili galiyo aqoonyahanka Soomaaliyeed culimada iyo qeyb kale walidalik kitab kan baraha duu ku beer dhawayso ugu soo dhacay dhowr bilood ka hor ayuu baradii warbal hadda dhalinyarada difaaca sabtee laakiin kutubta markii hore aan qoray waxay u badnaayeen xagga shariicada ilaa 12 kitab ay marayaan kutubta hadda waxaan filayaa 2019kii laga soo bilaabay ilaa markaa ilaa shan kitaab waa maraya kitaabkii ugu horeeyay waxaan qoray 2000 waxa laga al-jawaratu nafisa fi i'rab al-ajrumiyya oo waa nuxuru ku sharxay waa awal kitaab aan qoray kii labaad wuxuu ahaa markaa xagga naxwaha iyo sarfiga hadii aan diinta markaa ma doonayo inaan caawa iyaga ku dheeraado kelmad ku dhuman doonaya asmaul mu'allifat insha Allah ta'ala in sardiyo kuwa ugu fadhiyay oo caaw ma haqas وعمد أن دوري أن اليقين عاوين قدر في قصنية إن شاء الله تعالى لكن وعن دوري أسماء وحقائنا العربين عن الثمر الجوارات النفيسة في عراب الأجرومية كتاب لي هذا كي يقول ريان قريب وها على غدي كم النبي الأجرومية على طريقة الأسئلة والأجرومة أجرومة أسئلة جوار يسونا يسونا ومطبول
نكستان الملك سوق السنين الباب الفاتح في إعراب النحو الواضح باسم الشرى وحال شرى السجن على بعض كونية تملك مكان قريصة كتاب بدو إعراب الفية ابن مالك وكم بيد إعراب تولى بدو إعراب ملحة الإعراب صدح بقولية تدبات بيدا بدنا وكتاب كلي هذا حديقة التصريف أو قري شيخ الصومالي جها إلا ونشر الشيخ عبد الرحمن زيرع كست بقول آخر كسب بنتي شيخ لغوي وها الله قدم كأبي يقانف وعند الصرف قال لي هذا على كرمتي وحده قري كتاب كسر شرح صار لي هذا مركا نخبة التصريف شرح حديقة التصريف يمركا إعراب يمركا تعليقات وهكذا صدر الصرف كان قري مسالك الأطفال وملاهي الرجال في مشارب التصريف ومباحث الأفعال والله بدي يكون يطمن كي بمدى معين كستوان العرقاء بصنع في كتاب كاسي واحد شراء انت أسوا بلك واحد بديهين وقالوا غلا واسديت كتاب حاجة حركة لفت قول أنا وحرنا من كوري الرحبية على طريقة الأسئلة والأجوبة والله بدي يكون يتضمن عن قري مقتطفات فرضية مهمة كتاب لهذه السجنة الحركة سنة كبشي سكوات للسمينار القصر كان لحلقة مقالة الجبوت اللي هذا واحد شراء السنة كتاب هذا النهر الفائد في علم الفائد ومرجع وين إن شاء الله تعالى واحد شراء مدير السنة الدياري وكلمة مقالة أنه كو أخر نور كل إشان يتمنع شاب بورا مجرقا ومرجع السمينار كهذا نقول تلقى إن شاء الله تعالى إن يوم أسوي كتبه واحد مركة مطبوعة يوم مركة واحد مخدودة وشدد واحد تعالي هنتي بباينا ستا علماء الصوماليين ملي جوغان يوم مركا اقوياها كينا وعن يكون استيحان يا مركا وراء واربال انا وحقورنا لما يهو انا وحقورنا اما كعود ياشي اللي وراء تقوي ديسو اترى الله قوان ما دارتك ونقول لي اسنة هبلة وده ما استيدي استيتك يوه ديان كوري اترى قوان ما دارتك نسير طيو رضي طيو رضي من مغشين واس مركي وقوار استيدي وراء داخل وين أكيد هذا ترى بعض ما قلته دوما لو كلية 1950 كبيرة مكي كان عامل ضد كلاس معنا واحد مكتش هذا إن أبو مني هند أنتي تاريخ ولا مكا حتى قاب كان وحوش السنة لا قاب كاس مكا واحد الدنيا اللي ما شاء الله تكاد تبي بروفيسور بقى خلك هو يسقي بعدين أنا قال أنتي وها عاوز شرف فيها إن أنت الناس أو وحوي أنا قوية أنا عم كنت الأخري أنتي كلمة الشرف أنا جاي تاريخ أنا وحيد نسي هذا لكن أنا بشرف في تارو أدين تعلقي ما دوب علماء الحرمين كنا ندرن دون يا كتب تصرف في أي سومر شعيا حتى بروبل نبت شرطة واحدة حق على المدينة كي أروبا نكتات هذا حتى بريس آخر يوم تسقيه إلا ندب وحقرا لقف سلم اللي هي كي وربنا كورانية وشيخ ما نجح قلنا نقدر ما أنا قاعد شانس بوه إننا نكون إبنه سأقدر تروح أقول شيء من كتب تنوتن قد نكون هنا علماء العلماء الحرم ندرن إن شاء الله تعالى بأسرع وقت إن شاء الله سلوس وتوضع يدور يا إن شاء الله عمرك أصوب من بيجي وقت العرس إن شاء الله تعالى وقت فرابنا بالبهاية حتى لكن واحد نكاد يدنا عار وكتاب له أما بوق لي له سادر كيسان برادة البوركة هي على كتير السلام كي حتى ما كلام معنا إن برم بحتا ما قاعد بحين فناح تقريبا ما قاعد بحين ته مروح عند برادة البوركة يو السلامين تشعل وقصد أن الوالية تجعله في السلام المولد السلامين كبير وقال بدلوا كيف عن البودرين وخرافات وكشرة وإذا أنه قد تنعوى إن بدل بان خدتي وحقاية كبير بسنين دونها مختطفات أيام خدتي إن سوق عادي دونا هدي على كريم وإذا سؤال أنا أدي لهي قرصي وبرا نسكوتي دونا إن شاء الله تعالى بل عليها كورك من روح المعاني كورك مدر على أدبع الخلاصة مركي تربى مرع عصوب إن شاء الله تعالى استخراج كل عظيم أبين مصر العين ملاها البركة يا ركتي الإسلام كأبدق كلام معنا بوجن في هذا النوع كاس وحكي دوجن إنك بدل شن يسجاش شن حديث أي إن شاء الله تعالى أبو قرن وترجمن وأبوك وأبو قال إلى هدويا وكما قيس وكاوي إن شاء الله تعالى مكتب دانا وكيري دونتان الدياء لكن إلا شريف قاله وإدري يعني لكن وعن شعر استئلا دهفور عن نصة من نوعين عن المقالة السوقنية دهفور كان وكيل لبعض نصة من نعاوة لبعض يكون يشنطي به المركي أن دهفور كيكوان نصة من جامعة دهر قيسة هو الكيدة كان نوع من نقوني أمركا دهفور كي لبعض عن نصة من يوم أي نقوني إن شاء الله تعالى بوغاس بوغان شيء يسقاش الحديث كبير بقية الله ولي بابا حكوية الله إن شاء الله تعالى وحيانا فرب بضم باتكو أكيد نوتان جوانب فرب بضم بطابانية حاجة فريكة ما كي يغلبه وحن يوردي برارة إيا بش بش إيا وحن يرشي كينا إيو بل فريكة وطا إسكير دبلي قصة بل طلاق مجرو إنك استوى علماء دبلك يكاعد يا كتاب نكاحة طلاقنا إذا عيان
لكن تلاقي وانت كده اليوم مادام انت ترى اليوم تنا نسود نسود ويو او عن شعور فضك عيو وعن شعر استنباطة كهر دالك ولي بقى ان كفتم يا دار قلي بوحا كنت وقنبوه كان واحد بضان بضان وحتى من قلو مضان ما هي انت كده ليشني ايا كتشو لو يسنع شرات كينيك ولا تمر بقصري من قرنية واحد لو انت وتحفة العروس كسيف سنة وانت واحد بضان انا دكتا ليشني ما كتشنا أركي توتان مركا إن شاء الله تعالى نمو على بعض بول كان هدي على كلمة وبما أنت لك كلمة لا قولها فاني يرتع المتوقع لي دا يرتع ربطين يقول ستا دي على كلمة وبول دين عوال ما كاشا فيه دون حتى وحيان أدعو لما لك لحش شرون شبتين با كل شدا وانت أغب بضان الصعي أبواب تحساسك أمرك كاد يو واحد بضان أدعو لما لك لحش شرون هاي دين بايدو فيها إن شاء الله تعالى مركا بولك كاد يو أحبا نردن تا والولادات كما حقري ما الولادات كده حلك لما هذا رمضان إن شاء الله لكن رنتي تاوى اللفت كده ونقسم عدو دارنا يعني كتبتا كسوة نقلية باع عنك واضيسة ولبد دكتور باقوي ولبد كتابة مركة لبد حفة العروس ليلادو قد نوح على الإسطنبول الشيخ لورين شلي روكم إذا تلاميذي ألباني بالي هي نيكا هو دكتورة معنى ولما ميلا قال كرود بان كجابي بهدي إن شاء الله أفكار تيدي هي مركة أخذها هذا بوجا وحيت لو إن شاء الله تعالى يتصالية هي ملكة سيدي سوسا قاعدين دون تام محمد نحوي أتوتم إن شاء الله تعالى واللي كتير هنا الدار كله هو هدي تعديلات بس ما لها هدي في عنا الله العتبة إذا قال كدين وحلو في دافيو هدي وتروي إن شاء الله تعالى وحن يسوع قد يكمله هنا دقيها كنا بس كحد إن شاء الله ك أو أحكسو قلت الدنيا إن شاء الله تعالى نور بطل الله اليوم ومر كان كيف سوى هذا الشيء تليفونه ده يدنا وقوله هذا كان إن شاء الله يدنا كقرن إن هذا كمان صدق قال لي يا مختطفات إن شاء الله تعالى أيام الدنيا مر كان كاتب وقرن فوقه ونكاد دون هذا الكلام إن وأبواب فرضا هي أبواب فرضا هي عتبية بس كل شيء فوقه نكوي بقول يستير يكنت بيج يكوي أبي أشاء قناع وسامي ليا وايو جورك بريان دبوا أتكاد يوتا إلى دكتور هنويان جورك هو أتكاد وإذا ما تقدر سمال لن تلي يهدو بيردو خطر بعد من كل شنابة اللي يرتبين جوسك الوالدة يا الله ما بيرها روح كيا بيردو تريب الله سال الله كم رجع وما كانوا ربنا بيرها وطول ربنا بيرها هذا قدام تاب هذا يسمع بس صوت المكان بس صوت هالكائن بدل بوكو من الله يا كوك ما تبغى رزق مكاد دونا عاود تقال كود قول كي يفدي قصة أيو كهد الدونا آيات فربضان ينصوص باب التالة آيات فربضان ينصوص باب التالة إن الترغيب لست علي السنة يقول أيا مركز إب عبد الله بن عباس وحي لي معنى أدوك أنك أبو خير كبدنا أبو دو أنك أبو دو ما كبدنا آيات ينصوص بضان باب السؤال تقول كي لست علي السنة الله سبحانه وتعالى وحي هذين آيات خدافنا فكحوا ما طاب لكم من النساء ثم الوحي دين في عنادك ورسلة لابد قوصلة وصدح قوصلة وأفر قوصلة هذه أكل كروا إلى محبت ذلك فواحدة أو ما ملكت يقصد موضوع طمرك أي حق سكير بودان لكن واحد يقول لها كيف بودين أو هذه كان يوكل كرا يوم يمده يبتو حوالي إنو ضيعوا إنو ضيعوا تصائبة وإي حديث تقرب حتى وحي الشريان يعني. إنك دور طمرة قبا يبتكو دور إحراء إنو قيامة إمنا يوم حي سوادين عملك كشيء، أو حوالي دبلة بعشرة. تبلا قال كنا سدين لو بقنا يا حبة كريال ملا ما رح أبل يقول مرك يا زوس على دارك. هرجع يسقون قال هذه مرك قلبها لو سيصعد. هرجع حبة كريال على يقول. ليش كنا نبتدي كنا دكتور يا دار يقول. حن هذا لا يا. ليك أبغى إيش الله إيش. قولك يا فلايش السؤال ما هذا الدور هذا على كل ما الدور يروح على نسبة تعبه ما يسكر عافية عشر كلمات محاكمة كيف تختار شريكة حياتك سيدي أقول لك الدور ما يا من أي مركة أما قبل أما شعير يعني لا الفاتح هذا الدور كم من هذا على كل يا مركة أضياش إنه اللي عارف كده هو شيء فلا يقول بوجو أو تغين دونا حتى أضياش إنه وين أنا إسلامي ولا حتى ما قاعد اسمه الكرتين إن أي شاعر يو لماين يو حيارك أي ما كان عبران سكناف سيدو نوكو دورنا يو حاس فيسا يو سيدي حاس فيسا يو دورس نبو صلى الله عليه وسلم ويو الشيخي مركا كما دين لو قصرا فرق الموت تنكا بالإيمانها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاضفر بذات الدين
بذات الدين تربت يداك أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لذلك وحافي عن إن قبل ده تقول إحنا دوارو دوران كده هو حوي يدي وبت نقول يا حديث قال كل سيرس إنه نكو حتى مراك قل قل يوك إسلام دون يون قصده إنه مرا حتى وحوي قلنا مدرادي حتى ممنوع عليه إنه مرا تضرور كده فتصلب سوى دوار يرجع أو حديث قال كل سيرس أنت لكن المهم أفعل المدة مدتها ما يحسب ما أيها الهدفتين يا مركا قروح عليها داي يا غيري كسوة جيدو يا دينتين أفرطاء المدى على أهل فدو مدوب بوسلام نبو وحبي صلى الله عليه وسلم تدين تلي كنت لا كانت تدين تلي كنت لا مركز بوكو آد بوشك كلي هالكا مركا إن شاء الله تعالى وحبك ورمي دونا وحيارا مركا دتك قال كود أي مركا دو مركا في الدونا وحبك ورمي حتى ميرا قال كود أداء يرتد خيري يا يو قال با أرمي ورهيرد ميركا شبت يوكا يوربيو ayaan doonayaa inaan dhufsanayo inaan ku sii maro madoonaya marka taariikhda baqanayaa saasan doonayaa si dalacay u qulay in marka inaad qaradka u guusata qarad fiican maaha waa yidhi bas farabadan buu keenay kala laftiis dibadan buu keenay kala qaar badan inta la dhufiyay kaba dhacay kaas ihsaan ka u gashay markuu tagay deetana wiil waa roo maxay tarada tan oo tigir ku diibay qaar farabadan ayaa jirta balay waxa ka fiican buu leeyahay taas tu markay inta soo dhaafay ka soo dhaafay Yurub halka imanaya aya gunada guusanaya ka fiican marka labada la muqaanaysiyo waayo iyo dalka maxay weemanaysa qaladaad leen iska fiican oo dadka halka ku dhahrooyi aqay ilaa meesha Soomaaliya ka soo hesho aad baad yar ka dhigay dinki qosnin doona sheekooyinkaas ee inta aad ku dhaafo ee waxyaalaha uu ka digaya jira caadad fara badan oo dadkeena qaar kood ay isticmaal jiray baa jira marka runtii oo ah caadadka waxa kamid ah midna gabadha oo la tago malaa'ima ka caadadkaas way raadeen gabadha oo la tago iyo waa waxyaalo dhiba afarta qodob ayaa ugu horeysa markii hore buuga aan ku bilaabay afarta qodob waxa weeyaan waa afar qodob oo hadda raacdo ee biidnillaahi ta'aala rajaynayo inay noqoto shariika xayaatiga ama gabadha nolosha wadaagaysan midaa isku waartaan insha Allah ta'aala waa afarta qodob oo ugu horeeya bal aad baad ugu fikir doontaan hadda la ka dhaw salaatul istikhaara ka mid ah gabadhu gabadha istooratay inay tahay ka mid ah halka waxa baxay ma taqaan jujub kulli jujub jiro odayaash أضغط خيرية ويحذر من إجبار المرأة إن حتى شافعين عمر غربة قطر إنه ننكو إن أنتيسا يا ووق بقى خسر في قولين كرا عمر قطر ويجتا لكن سيدة خلقة بدن وحوية مخول شرمها يبقى طريف ربنا بعد أهل تأسرات هذه قبل اللي خصبه دي قال يا شنو كا أضنا مكا أو الله ضي وليه إلهي كي يا أبو غش اللي ما يرى منك قادتان إيجيني قبل روح ويان يدو الدوخي عيات waa xeera ha ciyaarto ee waxaan ka digaya waxa kamida gabadha oo marka bilaawli la iska guuriyo inkastoo dib badan la jirto oo dumar ka laftigooda marka qaar badan soo gabadha ilaa tan ka salaam ku soo tabay Soomaali iska raacaysa aw magasin dar waxa halba la tagiba bari mar dhaba garaac ka jirta dhaba garaac aan maqsho nadiyo taa ma taqan gabadha xaq lagu qaadi jiray dhaba garaac baa jiro qaylinaysa had ciyaar aan ka dalac jiray ee arimaas arimaas fiican ma hadii baa tii farabadan ayaana runtii ka dhalan kara gabadha oo markaa bilaa wali markaa lagu guuriyo maxaa ka dhalan kara dhowr qodob ayaan soo qaadanayaa oo buug uu ka warramaya koow ila isnaacaan ninkii gabadha ka haystay iyo reerkii ay xidideen wadde marka waxa weeye gabadhii uu khasab ku jujubo iska raacdo gabadhii ma yarmu jujubna iska raacdo maxay keenaysaa waad in badanna waa ogsin deedinka aan arkaya in markaa ninkii iyo reerkii isnaacaan naa orodo ninka raacday aku basriye laydaad waxa kale oo ka dhalan kara oo dhibaatooyinka ay keeni jirta kamid ah in ay markaa isnaacaan sidoo kale gabadha iyo waalidkeed oo ay halka dabdi xabaarato saddex in ninku qiimeyn waayo gabadha reerkooda ma reer baadale cidda ma ka helay ya in ninku gabadha ku sameeyo gardarrooyin iyo dulmi ما دام والد يعيد كله او كل احترامه انا جد وقد فضى مركا يديباتون كان الكبت ان كبدو اي ويدو عيد مركا اي اشكتوت وحتى اي تيعنتو حتى بيلك اي حقه لهيد اي ويدو وديباتون كان الكبتو كبدو مركا نيك اسكا راعدا اقرابت كان الكبتو وحنو كرين روحا يدو ديباتون شرتاء نصوص مكة دكتور صلى الله عليه وسلم أقل استقيل عليه
علمنا هو لفت كده كا حبيب كبير بتشي مركن كاتي من يوم من هاد كان يسوق على الموقع هل كان لفت كده نوع وقام من تعطيه وقار كل ده بحورني يعني مثلا والوكيل من هاد كورين شري يعني يسوق على عبارة من هاد كان فإن غاب الولي يزوجها السلطان بهم هذه ولي ما قرأت يا قرنا يا سلطان بقول هذه موت دور تام كامل كده قرية وأمد الكوال يرفض السلطان كوايو ما ولا يرفض الفقيا أقول لنا يبوكو هذه فإن غاب الولي يزوجها السلطان هذه ولي ما قرأت يا قرنا يا سلطان بيت كلا خيام السمان إنه ولي جي أكل سكت شو بقوله أيون إنك جب جد ما كبر دي ما كحصان تقولي يا رام كأس وتبي تتجي أفتح كرامتنا بس وادي مهسن سبب ليه وادي ما كعين كاتعين ما ولي جب أسكن مهنا دي كم ليه يسأل أنت خيام يسأل جب أنت أفضوي ده دين تلاو خيام يعني إن لبعتهم بدأ بيكيني كرتا ما أنا مهسن يسأل النبي وآخر صلى الله عليه وسلم معنا جب كستقو بلا ولي يسكت جوز التف فنكاهها باطل أو كما قال صلى الله عليه وسلم حديث كانوا لا نكاح إلا بوليهم قولا صح يا متشوا إلا ولي يلا بس شاهدوا الهرمية مركا داعي وحام ونستحانيا إن إسكا إلا ليان مركا قبض دي هورت إستونتا وايا ومركا إسكو قانعا بس والد كي وراك هليا أيو والد كي هدود دي باب كافران الدول دي وكل عروان دي وعيات حول صغير فين قول بيه يبال إسكي قادة شري إما كيقولك واحد كالي ميال خطر من المرية حتى بارا بارا فرطي waxaan garanayaa berigoore garagii garanayaa way garanayaan waxa jiray jiray berigoore barnaamij soo noon jiray ila tali walaal ila tali walaal ma garanaysaa barnaamijka way garanayaan yar yar kan way yaanay hal badan ma garanaya ha barnaamijka ila tali walaal ayaa maalin badlegeystay marka saa qotra jira su'aalaha weydiin su'aalaha soo weydiin jiro qofka su'aalaha ku adkaada ma aragta su'aalaha ku adkaada ayuu gudun jiray ila cad hadda leeyahay hargeysan ka dhigaysan jiray كانت بعد يسأل مالك ويا هذا سامك رسول الله هبلاي هبل بنا وصا قبض حافظ حافظ هاد كلام ما يرجسه واحد ما نبوها عفوا نبوها ولا يعني أتات لا تا إلى عاد هرجس خلاص الموضوع عسل شديسة واحد دنيا أنا قالت الإسلام كبر بس مشيني كبر دي ونسكو قان عني هنا جوستو لكن ما هي بتري ميسك السنة كيش عادي قطن تمو يعني هو قرر يبي كذا سوتشو ميسك السنة كيش عادي قطن تو أو إيطاليا هم كلا يجا كيانو هنتري إيطاليا طلعي له طلع ما حضر الله يدين بودي طلع الدنيا كبرنا وشعرنا يمين and واحد هذا مرتي أي كلا تليين كبرنا وحنا قرنا أيام عملنا نبي عدين كبر يهاي ده هذي هذا مرتي كوساتي هذا هذا مرتي كانوا كوساتي هذا من ما تقول السيد من تاشي إن كانوا وحنا قرنا يقول هذي كبرنا يا هاي كاس تكتي أدمنا هذا إتارو هينين waxa weeyaan in hayska dabadeedina waxa weeyaan baqaan ugu laftiga isku noqoo calaaqliga ugu cil oo jacaylka laftiga isla markaa culimada ka hadlayaan de yaa mukii cil boodaro kara ku noqon kaba dad si kasta u jacaylka kaaga baxda ama ninku kaba dad kula hadlo xaalad tooni ina tisqalato mowduuc dhan ma kaga hadlay aragtida islaamka iyo jacaylka oo shirkooyin badan isku qosli doonta buu ku xaqaasay insha Allah ta'ala en hadii marka mowduuca anta ku dhaafo wuxuu kan ka hadlayaa islaamku aragtida uu ka qabo jacaylka hebel dahib la jacaylay hebel la yahay jacaylay oo jacaylka wax jira jacaylku soo wajiray laakiin wuxuu baa la diiday baa uu unde baa kii indhaha lahay ee qayskii leeyahay ee jiray iyo cilmi gudhadiyo ayuu baa la diiday ma ogtahay oo jacaylka ka tanay buna hadis waxa sheegaysa sallallahu alayhi wasallam nabiga la weydiiyay خلاص سوى جهاد كسر نقلي تذكر هذا شعر شيء من السحابي في بابول سير محل بجدة مسير رسول كان لو حد دنيا نقاده أنا سير عشان شعر كسير حاجة رجع بجدة سير أبوها عبيد دم شعر عديت واحد شعر سا نبي صلى الله عليه وسلم إنه قط شعر خديجة وحتى ما كدي ما تي دمر كي أي صاحب بلد مو هديات كودرج يهرك ما هو غايو ورجل تاسيه بلاي صاحب لطاي تاسيه بلاي صاحب لطاي marka in runtii labada qof waxa la doonayaa in nolosha dhaxmaraysa ay noqoto maxay dad isjecel wadad afka subuu yar ma ogala wixii buu aad u tacay tuqaynaya aragtida oranaysa nin iyo gabadhii cod lama aha nabadna ma markaas jacayl ma ila iska ala iska ka tagay marka waxa la doonayaa in iyaduna maxay
أيسرار مرحبا بالحبيب المتيمي ما قلت يسمنا كذلك هذا الشرعي يا نباري ولا صوماليا بقي كتاب وحطه في الصورة يا شيخ كم لا لا أنا أذكر شيخ كم كان وابن حزم الداير وقت جلس في الصورة ريو نين أنت وقابلت على ذي على ذي دبيتنا مقاتل المسلمين تلاه كانوا دبيتنا الخلاص حتى أقول قدام نور كقريب الصبح هلا هون الرشيو دبيتنا مركي كمان اللي يقول عليه عادي نقطة وقصص كان صوق هذا يوم كم يدي إن شاء الله وشيخ كأب بدل وأقول نقطة تامر كان كذا يا رسول الله وش عارك هو halka hadan ta ku dhaafay waxa kale oo ka hadli doonaa insha Allah ta'ala guurka ila fududeyo taysiir sawaj bariyahan dadka guurku waa la adkay war bariga waxaan garanay bariga xameed garanay nimayo waxa ta kitaab quraan la isku meesan jiray ya hadda imka haddu ka baxayo inanta waxa leedahay faraas la dahabayo 20 kun oo dollar iyo yaan maqal ya dalliyadti imka waxa weeye dib baxis hadla alifto madina dadka guur waa u baahan yihiin baadaba ku wadiya la oran jiray Allah u saalay وحتى عنوان كان دبي وحلا هذا تيسير الزواج وعقد البنات كذا حتى هروح إني نمت إسبان دكتور أو وكيف ناس في شغل شري ولا وقارا تضيع ترى هذا سوي شني يقولي بلا مهر بلا مهر يقولي وصحيات أما بلا مهر بالمسلم يا وصحي إنك استير هذا العلم ده بلا مهر يبغى ما كرر ما قاس حس واحد هذين واحد هذين بد مهر كعيس كعف ده ما كرر ما استحي لكن أول مرة أي isu tagan aya waxa bin isu waxa way waxa wajibay wax laadam xay mahar misliba wajibay kadib bayd tan caafi karta waya guurka in la fududeeyo hablahaana la bandhigo aqal banaat waliba waqti gala jirta maxaad ma sanimayo fasaadku waa faabati inta kale ku da soo hadii guurki xaraash ah yaraado maxaa bedelaya sanadi wal isla joog mid maqal ana waxa ka barama kale isla joog banana الشيء اللي ملت تكلم سيس كم واحد كل والله غلط والله غلط يا ملو بس كنت اسمع شو بانو نقلنا حاجة عنو اسمع شو يا إيه الله سلام
وأياد هوي إن أنت أو أبي أنت تطمين أتري إسي أو أدون كوكري حضو إلى القرعة وحاران هو بعض المصير رفضوا كيري معك ولا يزال بالله عليكم يا كبدا عنك أسأل إلى باتنكم أو ضارت بارهب الوسط حضو عاوة ضرين كاير أساس كاسولة فريسانية مركا والله شك أدو قولك حلاشة هاي رادم حي حرام تبقى بلبس هذه مكوحة دوني أقول إن شاء الله جامعات عمود عوضه إن الدور ميرادة كان إن شاء الله عمكسي عدي عن لهذا أنا أقول لي أن دوني لا داعي يفتن براتي على كريو وإن أنت أفن دقل دقل يالي مكوحة مقرى بريها الدبي أنت ملاحظات فربنا من قرآن يا قارب أقول لي معنى والله إلا ربك الله الضر ربنا فعلا ما يو حمصة من أول مكرا كعدبي حيرا إيو بنامج إيو يا صدح بقول الضر معلمي تبني بها إسلام حول بدن بها شفتون لدعني وحنا نبدل عبد البنات كيف حكمت مثلاً عبد البنات قصة السوق هذا اللي أطلق أطلق كدونتا شيخ وينان ورجل محل سعيد بن المصيب والتاريخ السوق تنع البضاء أردن سعيد بن المصيب تاريخ ليس أمك وحوليان ملا وحوري كيشري ملا تسبع تشري من اليوم مرضى فوق مسوق مسديو iyo dadigaa ma dadka ay u jeedin ka marqul dhaaf inka xabada inka soo xagga ma kan jirnaan la xabad kaliya la leftimis waa iska uun waxaan afla ma dhamaan qaano een kaftan ka iska raalada dumarka aad waa iska tuurtaayo mowduuca keenay waqti xasaasiyadiis iska ha mowduuca iska caynka anigaaga si ma kama u maleeyaa buugga qoray ma kama u qoray buug saddex bilood mararka qaar fad markan casharada akhriyay hada anigaagaas wala war isla qosla أنا جاي هذا قريب تم بجنب رجعي إذا كان إن شاء الله تعالى وحنت حتى ما قالوا كيف أخذوا حقنا على ورث كلية هنا بعد الشيء قال أنا هو ريوك ديالي على قاله لا وين بعد كلية كم أنا أخري أنا أخري إن شاء الله تعالى وحنت على دين عمود بين ودي سعيد بن بوكس إن سعيد بن المصيب أو كم إذا أمرك علم دي وولد تابعين تعرف سير شيء كان إذا أنت استمو بندق مو ما ننسى إذا أنت استوى شيخ وين عالم كا معروف هذا يقاني كتب التاريخ نفسه عطى نبوسيي أنا هاي السنة وح كبر من هاي سد احترام لأنه حال حلقة دي سفر يسنت لا تصور خلاصي حلقة دي سفر يسنت لا أرد لي سكمل لها أيها السنة تبقى كلمات نرجع شوى ما أنت تدبي شيخ خاص ولا غير سير وريع أو حبول عبريان والله السنة تبقى كلمات يقول هو محل يوسف شيخ ويقول عن كسر عشان أسدد way waxaan ma kula fadhiyo doonay inuu laabto ayu sheegay waxa lama guursatay sir may oo maxaan ku guursadaa bil laba dirham iyo saddex dirham ay ka dhacay maxaan ku guursadaa bil saddex dirham ay faana wasawuchu ka buu ana fsinay oo qaada weyna bal hadda qisada bal idinku aad buu gowga waxa oo qisada su'aalo fara badan baan hadda iska weydiiyo cajaaibaad ku jirta qisadaan ma yahay inaan taa waxaan loo diri ma taqala abdul malik ibn marwan خليفة دي إنا نروض لغي كورا إنا مدحوينة لدي لأن انتا كورا إنا مدحوينة لدي فقاسوس عيدي لواقسي مركبة وموبلا بقى سويتتك الكباب ديتنا وقوري ما قرد مخرب كيو دواد بها دو منك ويسكت تغي هدو تغي وعيري مركي عن مخرب وانصو منايو وانصو عيدي عن أفري فإذا بدأ لقابي قراج لك 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 وأيو وسعيد أنا مواد عيب السعيد من صيب ولا فقط سندات بين كل نساء يوم داخل في المحيط نساجد وسعيد بن المصيب مكاس مرته ودنا عليه وقفت بين مكة مكان سري على مرة وكالة نقرية يا هذا مرته وريني ما انت اول السياد لا انا كي قلت لي مهر كي خوصتا كي وانا عبير مولد وحير دي تنا بل عجائبات كنية ويقصدها بجتا شو كبدي هو ولا بانيك كم عندي بوي دبيت حقت؟ واحدين. واحدين. يا ترى ما كسيري يا واحد من اللي نقوا كريس سلام تكلم مدرسة حين سلام ما تشوف الكراهية يا سلام تبغى بوي دبيت هي بدون فمحل وقت يبغى كلية يا سعيد بابا اللي بحلمت حافظته محدثته شيخ الباني لو نيجي نبغى ونعيش نبغى ممكن قرني قال راح المعز كهو يا قني إن أنت إذا نرى المحدث أي مجا يورج إن المحدث أي الحديث كأقواني أنك رشام دينين هاي مجا يو
ninkii calanka ahaa inantiis baastay qisas fara badan baan isweydiin doonaa iyo tasaa'ulaad fara badan haddii aad ka dhumaad arki doonto waxaan doonayaa sheekada inaan sii dhaafo oo dhulka xasaasiga aanu sii dhalinyarta aan ku khatimo inta yar dambe halkaa haddaan ku dhaafo nusuustan waad ku arkaysaa shucayb baa xataa inantiis u bandhigay maxay muuse soomaali calaa aanu kaxaka ixtabna tayahatay baabka guurka fududeyntiisa marka ka hadlayay axaadiistii iyo nusuustii soo qaatay wuxuu guurku ka sheekeyn doonaa waxyaala mucaawaqaadka ku ah ee ishor taagi kara masala waxaa ka mid ah islaamuhu baalaldan sameeyaan balaalkaa islaamuhu hayaahay dumarku way cadhan halkaas aad ba dhulka u tuqeeyey bahaladan xeerdiha la yidhahdo madaaboori marka majirtee jacaylkiisa ka haysto xaq buu leeyay laakiin waxay dhibtaa weyn dhibtaa odayaasha laftigooda hadda hataa inagu laftigeenu odayaasha waaweyno balaadyada waba ma jogaan odayaa odayaashii waxoogaa jooga waan jeclaan inkastoo mawduuca laakiin ninka gaadsiin doona inshaa allah isoo gaadsiin maysaan insha allah macalbuurteenu geenna insha allah marka haddii aan la ka dhigo waxyaalaha mucawqaadka waxaa ka mid a bahalada xeedyaha la yidhahdo ee la sameeyo waa imanka xeeryabu wa dhaaftay nimayo hayaani sagaalkii xeeriist wa dhaaftay waxa uu leeyahay maya maya fadhiga intaasoo daraq meeda darag saddex dabaqii wadaadadeeda xataa u daran israafka allaasa wallaahi billah bahal intaasoo dabaqaa la keenayaa xataa culimada qaar baa diiyay daahyadaa lagu xidayo waa israaf aheedaha waxaan leeyahay aynu arrintii xaqiiqatan arrintaasi arrin fiican maaha sharciyana israaf bay noqonaysaa diintuna waxay banaynaysaa maaha arrinta in lagu xoroobo oo loo ololeeyo oo anwarta horeleed waa galay marka hadda somaliland oo dhan inaan sii malan doonayaa jaamacadaha oo dhalinyarta andhigaa haddii aan ka dhigo meelba baa dhahda waryaadheen sidee wax laga bedelo sidee wax laga bedelo dhib badan baa jirtay marka weliba waa la sheegay oo xagga galbeedkana boola miyaan carabka kusii dhuftee waa rag waaweyna waxay gulay afar ninkii ugu dhaatay cisho dhawayd maaha afarta jirka yar ninku kuma guursan karo oo sidii sacuudiga bay noqonay markaas arrintaas horta mooda jitaa tal waxbaa ugu dardaraya wallahi cishnoodi baa sheegay mulaaxadada waa kuma qoraa magaalo baan ku arkay maogta waxaan yoolaa dhalinyar dhalinyar si qaar badan baa boqol dollar qaato oo boqol iyo kontan qaato oo meela joog waa in hadduu dee guur u baahdana ay boqolkaa isagiyo magarad jacaylkiisa isku filaystaa ahay maogta de mucuudu isku filaysan maa saddex kuma dollar iyo afar kuma fijaanaa buka baxa waxaa kaloo laftigiisa ka mid a dhibaatooyinka oo ka mid a waxyaalaha ka qayb qaatay runtii guurka adkeyntiisa beryahan dambe qurbajoogta qurbajoogta laftigeedu waa lug adag oo waxa weeyaan wallahi waa midhacday meelaha qaarkood waxba sheegi maayo mulaaxada hadda magaalo kasta ku qoraa moogta inan baa idan doonay inankiio inantii bay heshiiyeen heerkii waxay dooneen in la siiyo deetana maalintii dambun baa inantii waa la meli maxaa dhacay sheekh in uu keeka yimi baa inantii mid yuu kee ka yimi haadee oo baashii sidaa yimali haadee laba boqol oo dollar ku qaadanay marka qolada qurbajoogta laftigoodu waxay ka mid tahay waxyaalaha guurkeenu u adkayay haddaba qaabkeenu waa jihi lahayna bal idinka alaada keeni doona marba insha allah naqaashi doona hadday suurtoodu ha waan soo ururiya mawaadiicda insha allahu tacaala waxaan doonaya inaan qosol idinku khatimo waxaa ka mid a oo uu ka hadli doonaa buugu insha allahu tacaala qisas iyo sheekooyin aada u fara badan alla malaa qisaskaa malaa dumarkeenni mooji inay sameeyaan bal hadda dumarka waawabin weydiin doona hadda hadlaha inanta marka la wareejinayo ninkeeda iyo jacaylkeeda cusubaa idhaahdee loo wareejinayo iyo ka ay la wadaagaysa maxay nolosha sharikatu maxaan dhahdaa xayaat yaa markay u weeraneyso islaamihii hore muslimiinta ahaa iyo odayaashii hore muslimiinta ahaa maxay siin jireen wasaayaad iyo dardaarano halkaana guurka aan mulaaxadayee wuxu buugu aada uga hadli doonaa beryahan dambe nimayo ma ogidin dimada jaamacadi iyo wax dhigasha iyo inbaa ku mashquulsan tihiini anigu intaa dadka reefkooda eegayaa ma ogtahay
عربت بقى ليه مركز جوزنا يسوع هدي ليه يسوع إن أنت روا لصليا هاي حاجة ده بقى كبيرة لأن كنا روا لصليا وروح فرب بدن علمنا كل حشوة شرتين بين كبيرة لبش وح بدن بدن أولا عملية الجنسية كوسا أصلا أيها هي كوكو شرت لو هذا ولا هذا ما قصة نقولين يا واحد جاهدين حدي أنا عبوت النسنا ولا وش هكيني هذا مسجد سكين دوري نحن كبرت شكلنا ما يصير سكين يقولون قبل خلا وحي عدل هكذا كلسا والله لا حكاية من مجرى دار كلهم لكن بدور ما هاد ينفع عن ولا ينفع على أنا قلت مو كان مكان قري أنا قلت رفت قلت مركي قال قلت خليك هكنا يولها من ما كده يسال الموضوع من ما كده يسال يا ده لكنها دي ماشي نصوص تالو أحاديث أي تالو كتاب كلفت قيسا مركي قال قلت وقفين نسأل لا لا نركض لقد التفريس مد ما هو نبغى سوقات مد بعض سيد ترمبا من عادي هنا نيجي قاس هنكب قلي عملت وجسيا وكم قلي وكل انت اسوكس تيجي لما تصل يعني كي يودي يوسف ما قلت وانا نيجي قاس هنكب قلي بلا كركضو ما قاس بدو سوقات ليه كذا دون تبلا ده وانا هذا نسوقات ليه إمام مالك بسوقات ليه والسوق هذا يا رب صل على محمد إمام الشافعي والسوق هذا يا خديجة من دحجاية حتى علم الدين يا أساس من ويت البرتشين ومولد حساس يا أو وتردي الشيء ولا لي ولا تدو بعصتك شو صدقني شاطر عمك شلون الله يسلمك الله يسلمك يا لكن ما في دين ترى ولا العظيم شوخ لا تنفع لا يا مكان مسجد حجلا إيه لو ما شوخ سجاسم بكتابه بتقدر مواضيع فلفل ما كل شتاء حبدك عنك أردم وكوهرمية حبدك عنك إسلام كوافسن أيو كوهرمية دقن نفر بدم وكوهرمية بس لو حيارة حكاك كذا مسلم دونا وعكمل النبي حنيس بشريسة إنه النبي حتى حاسس وده مريض شرير أيو كشة كاني إنك استيسو قل سو بابكم مركن مكا بابك واطين أبواب توافر بدن تهاي أبواب تسمو ختم يا رب الدنيا هنا قد ضيع الدار كده قوم نسوق راسين يا واحد كهذا يا قلنا قال كل هم كامر كانوا قلي أنت عن كهذا الباب كذا ضيع الجماعة ها قلنا قال نفس بعد شري شري وده يشين نوري إسلامي نوري سورة جم ما هي إلى الإسلام تو وده جيدا ما قعوي له بس تمسه مشتو إيه هذا لو شايفون نسوق هذا الحكم ده أولي إسلام تسيو شما دورين شري شما ريكو إيه شنة ده قيل بيتي موتي ده موتي ولي قيل ما بيعيده وقبوله قرائي باهد ولي سوى قد نوان قرامي نعيمة كوديوش إنه عادي اسمه ودية إسلام تمقع بقوله أب مقاتل بقول ليه بقال يابد إسلام تروا عن قام وقتا لقد ندى إلي وحر وبيل وبعان هاي وحتى أسماء دي السبيل ورنبقى عليه الصلاة والسلام حاس كيسا مقعيه يا عائشة ورجل وهكما حتى مراعباتك أيام أيام كورسي مركا عملية جسية المسجد حقنا يومتي هذا بوكو نقدنا ربط انت مدر أنا سيد حقنا هذا بوكوك يوات الله يرد وبيه ولا إذن كنت يقول عيارة وصومة تيني دا يبتان المترقة أو كسي فايني صني هدار كله دول مركا دي حشوتك وصوكو في عينها هذا وصلك الشوف صندونا هدار كله قصص كوحا كم دا دبا من باوي البريل يا هذا أنا واحد سويدية إنك سو هوري جزك جوي، ماكى إسلام يسوع كيان عني ولا بتصارك، حاجة كذا بلابلا، حاجة كذا بلابلا هذه يعني نعور بتكتابه هو ده يبوق، هالك أمريكا قاعدة إن شاء الله مواضيع لنا من هاي شيء كتاب كذا نومي بعدين يصير هذا على كذا، وحكم يا مطي، وحنيك كذا أبغى توصي ده كلمة تقنا، تفر بدن أول ما تدك بعديها وبدن. تقنا ده وكده حسين يقول لبابا يا قنام ميت كلا حارة بس مرك يقارنو وضياش هي السلام هو بالتقالبة إن بقى إلانو بالسلام تيدا مركا نبعضو فعل كم صوتو بتاميت لشاب معاك أصا مركا أصا صار لما رفع عنكم لغنية وقتن سنين تنسين ليش كما حيار لكب عيار ليسوا مرحبا السيا هذي كلا لما عنو اسكا أخرافات من لغنية السلام با قصص كبت حكايات كاتبها كده تروح كاملة نبى وحلي ملك السلام تيس إسكوسرين با قصص شفت الوقت أيوة أنا كنون كذا هذا وقت عيال بك بلعب لي الوقت أنا كنون كذا من الوقت بلا إلى مو حب أقول جد نارك دي يا عاد صني مارين حدث الرسول كارك اللي ده عشان مكان عيد
قرايك مو داعي وارميت انت اصلا بلاد الدرس عندنا كنا نكمل ما انت تبوا علي ما انت تدرس ما انت تبوا واحد تري يلا الناس كايس هو يكوب عبيت هويو هم بسوا دوايو بسرعة جدا أو كم مرة تبل الحالة ده يا رجلي هويو الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد أولادي وبناتي أخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحعاو نسيب ويني أنيقو أوتش على شيخ وحوك هدوين كيجية هنتي سوء يسوء علم غوودة إرادي أنا نغوودة إرادي لكن أنا رنكر أنا وقصور نولابا أنيقو نسيبونات بعاوية هاي نغشي أن قصور نولا لكن يبكيدين أن قدبيو أو ما كان أنا هو يي هذا ينتو علميا يدوك يدوك صار قد بيي ده أنا قصوا ما ولا هذا أنا داو حلقة يا بين النقل لحد الإسلام تو ير وعلتي مرك روح على هاي نصيب كي جاي سو جرسي ما هذا هوري تدم بنا إلى هاي باسكاله تنتي وما أنا سوي شو سن هلكن هنا وحشيو كلي روح على وجه شيء ده ما نبين أن هو يلا جمع مني ما تستوي شو هذا نير شافو wixii uu ka hadlay dib ugu noqdo waxaan oran karaa guurka adkaaday nasiib darro anigoo hooyo ah waxaan oran karaa hooyada ka masuula waa kow nasiib darro ayuu qotay anoo hooyo mikrofoonka la ii dhiibay dambigiina inaan isku qirno laakiin waxaan la sheegayaa insaanku hadaan dambigiisa qiran inaan wanaagna samayn karin waxaan leenahay insha Allah ta'ala annaga ku noqon doona hadaan hooyo nahay marka aanu buuga sheekha aad u akhriyay cilmiga ku jira kala baxna hadii ilaahay ilaahdo annaguna waxaan isku dayi doonaa ilaahay idankiisa ilaahayna weydiisanaynaa inuu mala qabto inaanu galanaguna intii taalka ayaa fududayn doono xeerooyinka kale inaan ka bixi doono insha Allah taala ee ray soo kale inaan hablaha oran doono bal hal iska daayo runtii waa la wanaagsan yahay waxa weeyaan marka meel eebteeda la sheego wanaageedana in la sheego ayaa wanaagsan waxaan hadii la sheer maqla maalmahan dambe hablaha inaan horti sagaalka miskiin jaamaca lagu meheriyo habeenkiina gurigooda loo wareejiyo muxaadarana runtii loo qabto in badan baa booramay midka ka dhacday bilaha u dambeysa ama labada sano u dambeeya xalay u dambeysay gurigayga aniga soddonka jis ee quraanka ayaa gabar culimada magaalada joogta ugu akhriday waana ugu duceeyeen saasaanan gabadhii ku wareejinay waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inay bidaayo khayr qaban noqoto oo halkii xeerooyinka laga keenay runtii fikrada xalayaha keenay waxaan leeyahay anigu gabadha waxaan ku diiqayaa sadaqa quraanka in loo akhriyo oo culimadu u duceyso waxaan caaw nasiib wanaag ii ah inay habeenkii labaatay anigu xalay sadaqa quraanka gabadh ku hooyay caawana intano shabaaba inaan hor joogsado oo raado hooyo hablihii inamaba waxa idinka khayr badan xeelad iyo raisba idinka intaad ayar gacmaha isqabsataan waalidkiina u tagtaan siduu sheekhu sheegay deetana quraanka ilaahay irkada boqolka doolarna haddii la barakaysto runtii faa'iido u leeyahay waxaan qabaa anugu mid kale ayaa igu soo cadaatay anigu qorbajoog baan ahay sheekhu qorbajoog uu soo taabtay inay iyaga laftarkoodu dhinta wadaan runtii waa wax been maaha waxaan joogay anigu magaalada London inaan yar oo aan waxna akhriyin waxna qorin in laga soo qaaday magaalooyin magaalooyinka kamid oo tuulo ah hooyadii iyo walaashii baa u joogay magaalada London 800 oo pound lacagta la yiraahdo oo 1600 oo dollar markaa u dhigmaysay ayuu ku shaqo tagay imaankii muddo 12 bilood markuu maqnaa lacagtiisa saani baa loogu dhigayay hooyadii buu la cuntay iyo transportka walaashii baa ka bixinaysay lacag badan buu imaankii la yimiday sanad dambe deetana gabar buu guursaday guri baa ma taqaanaa u dhistay
waxaan qabaa markaa xataa waxa idinku kalifaya inaad qorbo ku wada yeecdaan dee qof aan qiraayad ba aqoonin waxna ma akhri karin waxna qori karin markuu la yimaado intay ugu yartay ilaa $50,000 muddo sano gudaheeda ah waxa weyaan xataa in cilmigiiba la macaadici karta oo la ydhaha maxaa war cilmiga u baranaynaa haddii dee qofkii jaahilkiiba sidaba soo shaqaysanayo oo uu waxdhelayo marka waxa weeyaan qorbo joogna waanay you
laakiin baasho inay istusnimo gasho oo tartan lagu galo oo ree hebel iyo ree hebel yani waxa weeyaan baasho waa meel walba inaga gashay goobta ani waxa istusnimada loo odhan jiray ayaa waxay soo gaadhay inay xadba yeelan weydo deetana taasi waxay caqabad ku noqotay nolosheena sida u dhannay marka barakallahu fiikum yani waxa weeyaan dhalinyarta waalidiinta rag iyo dumarba yani waxa weeyaan waxaan leenahay waa loo baahan yahay guurka in la fudeeyo waxa loo baahan yahay sidoo kale xayaatada xiriirka dhexmaraya ee labada qof ee isqaba inta shareecadu yani waxa weeyaan ay inoo banaysay in lagu kala faa'iidaysto waa shay loo baahan yahay wey waana arinta adeesho ku haddana wax badan oo jiro yani waxa weeyaan qofka in wax badan loo sii bayaamiyo waa runtii tuxfatul caruus aan ugu arkaysayo meel walba aroosyada waan ku arki jiray waxaanu filayaa wuxu u badnaa uun aroosyada markaa adee wadaadada laakiin cid kaloo loo hadiyeynayo maan arki jirin hadiyad baa qofka markaaba loogu keeni jiray o iska akhrisan jiro yani waxa weeyaan waxyaabo badan marka habeenna balo dhalinyada baan meel ugu soo galo waxay isweydiinayeen marka ugu horeysa maxaan samaynaynaa sajaada sheekhu ka hadlay runtii markaa soo galay baa laamso layidhio bal sheekh aynu weydiino yani halkee ka bilaabaynaa rag baa waxay leeyihiin ani waxaan ka bilaabayaana maxaad noo soo egeysa ama aniga markay tiraadaan deetana anigaa wax gaaraysa si samaynaya marka laakiin aadaan baa jirta cindal islaam yani waxa weeyaan laynoo jideeyo nabigeenuna nabare calayhi salaatu wasalaam deesa soo dhaweyntaas ay ka mid tahay laba ragcadoodo sunnoo la tukada u ka mid yahay gabadha fooda in la qabto adkaar lagu akriya ay ka mid tahay yani waxa weeyaan waxaasoo dhani yani islaamka xukam uu tegin xukam uu tegin mudaacabada iyo ciyaarta iyo caynkaasina waa shay macruufa cinda alislaam oo waad garanaysaa jaabir bnu cabdillaahi radia allahu tacaala canhu canhumaa markii uu weydiiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam aad ma guursatay buu yihi haa buu yihi arta guurka mar walba la isweydiin jiray marka maxaad guursatay buu yihi oo gabadh calaman ayaan guursaday buu yihi yaa rasuulallah markaasaa nebigu wuxuu ku yihi calayhi salaatu wasalaam oo maxaad guursan weyday buu yihi gabadh gashaanti aho yacni aada la ciyaarto iyadna kula ciyaarta mudaacaba aad samaysaa oo yani waxa way mudaacabada xataa dhareerka iyo waxyaabahaasa culimada qaarkood ay ku macnay ciyaartan la ciyaaraya qofku dee wax noocaasoo kalaa dee la isdhunqanayo oo dhareerimanayo waxyaa badan imanaya ay axaadiistaas ka qaatan culimada islaamku markay sharxayaan deedana arrin xikmad laba ku jawaabay ninkii oo wuxuu yidhi yaa rasuulallah aabbahay waa tii aad ogeydo dee dagaalkii uxud baa lagu diray toddoba habloodna walaalaan nahay dee toddobada hablood ee iga yaryar haddii aan gabadh yaroo la daawo keenana waxaan ka baqay buu yihi dee in laba kala bixi waayo markaa gabadh weynoo dee reerka hooyo u noqoto ayaan keenay buu yidhi marka saasa nebigu calayhi salaatu wasalaam buu yidhi baarakallah si yaroo fiicanna dee nebigu uu ciyeeyey oo awr buu siiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu ka iibsaday oo yidhi iga iibiyo uu ka baayacay oo yidhi wax iga daayo caynkaasoo deetana markii dambe uu soo hooyey lasoo hoydayna lacagtiina nebigu uu siiyey awrkiina uu celiyo wuxuu yidhi warbaan ku jeesimayay arrintu may ahayn buu yidhi inaan awrka kaga baayacayo inaan dee xoolo leedahay ku qaabto marka baarakallahu fiikum aad baad u mahadsan tihiin sheekhana ilaahay haka jasa ay siiyo kitaabkaa fiican ee noo soo bandhigay waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala inaynu ku dayan doono oo ragu ay wax wada alifi doonaan oo ninba meel gaadhaba oo wax bilaabi doona haddii ilaahay yidhaahdo akhiira waxaan kusoo gabagabaynayaa bahda maskax maale runtii iskale yani waxa weeyaan qabanqaabada iyo hawshan yani waa tilmaan fiican cafwan marka dhalinyartii soo abaabushay ee hawshan soo qabatay iyaguna runtii aada bay ugu mahadsan yihiin yani dadka in laga soo saaro kunuusta iyo waxyaabaha ku kaysanina waa arrin fiican waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala inay taasina halkeeda inooga sii socon doonto waxaan furaynaa dhowr su-aalood oo waqtiga nagu yar bal dhowr su-aaloodna dhinaca gabdhaha ka qaadanaa dhowr su-aaloodna waxaan ka qaadanaa ilaa saddex ilaa laba ugu yaraan haduu aad u qadaro wixii kale ee su-aala ee sheekha weydiin doontin uu nala jooga haduu aad u qadaro bal waxaan ku bilaabnaa dhinaca midigta bismillah mise rag
بسم الله وحي سؤال ولا سومي ميركو غاسي ما سمي فنيكا فاطر فنيكا فاطر باتين ودستير يا فرت الصعود ما شفتوا ده يا سبا لكن بيري بقى انا غني الصاحب انا ودور انه قبل كرسده هو لو دي والله بحسنوا سيدي يا فرت من ميرسين اخر قلب بين جالسين marka iyaga ka dhasha ee maxay noqonayaa dadka xibaadu baad ilaahay marka ciyaadii maxaraamo soo xalaal sidaan ugu qoray oo soo meheliyo ee meerkoo gaasi ma sameeyay fannikaa faatiro oo dhisteed ya farta saaxiibad ma qashay toon dheeray sabab laakiin bari baan anaga nin saaxiibana u doonayno gabadh kursado oo loo diiday walaal baxsano sideed ya farta min gaarsiin aan kale kalbeed meen gaarsiin marka iyaga ka dhasha ee maxay noqonayaa dadka xibaadu baad ilaahay marka ciyaadii maxaraamo soo xalaal sidaan ugu qoray بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته بعد السلام كل انا هرب هنا صوت قوي على كنت وانا قال يا ضمان كبير هان كما قاضي هاشم ايش يا شيخ كمان وقعت وكان في قيمه بس صوت شيء انا ساشي دم دايره كوان ان سنه كانت بديي وحن كم على ينت لو ميد عود هي ريدي اها لكن وحن ربا كتاب كان ابو دحت سلمانتي هل قد بان الى ان كسر ويديني mushkilad oo ugu daran ee dhalinyarada haysta tabliin ama wax weyn sidee loo calaamadeeyaa loo dhaca waxa noo garad xitaa door buu ka ciyaaraa niba ugu dhigay dabaasha doonaya inaan barto biyaha waxa ka cabsanaya marka la qado waxa war bal biyaha isku too marka biyaha isku too deema madow kula qimaa oo soo toro insha Allah laakiin inaan la qabto su'aasha alxamdulillah rabbil alamin aw su'aashii waxa weeyaa sheekha weediniya kullay la dhigti waxa haram balay susaara ahaan odaygii baruti hal xidiglana waa haa bintii labaad la raali noqoto dadka caqabad labaad way ku soo wax yiraahdo gudho la waa diidana ma ayuu qara hadii odag markii ii diido way ku diida xagga dhaqaalahayga oo yar arwaan istibiro gaar ka aad magaalada maskaga maharsan kara aan aad ee maasantii marti sharafta ka soo qabshay xablada waxaan aad muhadanayaa sheekh Toyno aad ka xasaasiga ee runtiyaas loogu baahanyahay ee halkan noo soo bandhigay aan runtii anigu su'aashaan walaalahan guurka oo guurkii runtii maxay ahayd rubrigan isku caayay labadii qof ee lamaanaha waha aan inta aan waxaan sheekhu ka dhawaajiyay istoorashada oo kala marka la istoorameeyo oo qof istooranayaan kulli waqti uu baahantay yani wax xaasaawo qofka yani ku sameeynaa inuu qofku dardar ay gasho guur ku damco gabadhii waqti weyn la sheegaysan karo ma ku jiraan buuga بل واحد با ان لو وقت دونا وخلت امان رحيم قال لي لفت يقول يا شيخ وين ما هي وين ما يك عيون ما كان ركاي باهدا قال لي طاس ايان ما كان يكعسي بركا سؤالها مثلا سن شقني هبتا سبوك ما صحي الا ولي الهيمو يعني قلبه مسلمين تعرفتا او متفق بيه كبير حتى ماذا بالشافعي لفتي كيسا كتبت وين المراجعه ده مركه الكتوس معنا واحد الشيخ يعني انه مركه غورك وان صحي من مركه قولي العاد حتى حتى انك ادون كوغو خيرو سويلاده وان ادون ديال ادون سو ديال دي كلام ما سينيو حتى مين دابا شفت مركه هاي ادو مركه هاي انك بدك اسكنتان دوني او ان انت مركه نقطه انك تسوتو ان اد والك على الاضيق تبغى تبدل دوني مثل كنت ماشي على انك الصومال هذا المشكله دي ناس waxaa kula sheekow waxaan ka baqday inuu yidhi diidoon haddii ma wakiis ka kalmaysan is inaad markii hore waalidka u tagto oo aad markaa weydiisato ilaantaas aan doonaya marka leway jiraan asbaab loo diidi karaan asbaab loo diidi kara way jiraan oo buuguna aad u sheekeynayo hadii maxalan uu yahay nabi xubsi sallallahu alayhi wasallam ila jaa'akum man tardawna diinu wa khuluqu wa zawjuhu wa illa takun fitnatun fil ard wa fasadun kabeera kama qala ala adri imaato mid aad ka raali tiintiisa iyo marka akhlaaqdiisa uu duuniyo rasuulku sallallahu alayhi wasallam hadii kale waxa dhacay samxay fitna iyo fasad iyo balaas in al khulas waxa way marka hadii waligi aad u timaado oo marka ku diido kulanadniyo adduun baan rabaaye inta la taasan bisoo tabcaye horta ninka halka laftigis waxaan filaynaanu baan madan fi mana nidash laakiin hadana waxa way waxa jira Soomaalido ee jawaad ama xabaal ku asturnaad ama ninku asturnaad ma walba in la fududeeyo fiican haddii hadaba ku diido cilmi badan oo fogaa way jiraan oo leh in wax weyn walaad way ka guureysay sax karaama ma laha kulan tu adduun ku xiray laakiin waxa ma fiican kulka hore in aad adigu naftigaagu horta aad
istakhaarayso oo aad keen sugto inkastoo culimo badan leeyihin waliba shaaficiyada ka midi kara way ka guuraysaa walaayada walaadu aad ku xidhan. Mar haddii meesha cadiis rasuul yaallo hadal kale ma jiro, gabadhu welila-aan ma guursamayso, laakiin weligii ayuunbaa fuqadu ay ka hadlaan. Marka ugu horreeya wilaayada waa lakala leeyahayo gabadha aabaheed baa ugu horeeya, haddaan aabaheed joogina dee walaalkeed iyo adeer aad u saasay marka usoconaysa idii dhaxalka lahayd. Haddaba haddii ay dhacdo in qofku u diido oo u yidhaahdo dee idinma siinaayo iyadoo sababaha sharciga aanu ku diidaynin, dee qofku haddii uu yahay yani waxa weeyaan sidaa sheekhu sheegay, qof diintiisii iyo akhlaaqdiisii mid ka mida la durayo ama labadiiba ay sheeki ku jiro, dee maha gabadhii in jar laga tuuro. Oo yani waxa weeye xasan basri baa waxa u yimiday nin wuxuu leeyahay waxaan doonayaa inantaydii inaan bixiyo, waxaad igula talisaa cidaad siin lahaa. Waxaan ku leeyahay waxaad siisaa cid ilaahay ka cabsanaysa, sababtoo ah dee hadday raalli gelisana wuu karaamaynaya, haddii ay raalli geli weydana ma dulmiyey wey inuu dulmiyo ma dhacayso. Marka mar walba gabadhaada iyadoo dhowrsoon bay yani waxa weeyaan ku jirtaa. Marka haddii taa laakiin aanay jirin dee qofku waa loo diidi karaa, waramaane yani waxa weeye waalidku haysto gabadha kaga manxin kara ninkaas, qof kale ka wanaagsan buu siinaya. Laakiin iyadoo aani waxaasi jirin haddii arrimaha duniya uu qofku ku xidho u diido. جامعات كرون ان شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ فؤاد ايوب معزن هي بيقضى سواها جامعات اير امريكان فيسيتي انا هو ادمنستريشن كي جامعات ابراهيم محمد عمر. السلام عليكم ورحمه الله. مكاتب طيبات. السلام عليكم ورحمه الله وصحبه وسلم. وبعد كل اولا ربنا سبحانه وتعالى ما لقينا من سوسكري يقارن بلارنا سو قيب كنا مرحبا سبحان ادي ادي كما لقينا شيخنا الشيخ محمود عبد الله ادي ادي نفس الموضوع في عن سد بلارنا نو سو جيري غارحان موضوع حتى ارني ان سو بنتي دونا ايو تاثر نو سمي بارك الله لك بما ان هي الى ان هو بركيو مسدحات اني هو كلي كو هاد دونا ونك من هي يعني ما كان مسؤولين تي سره بس ان كميده هي ديوان جامعه عمود ريجستريشن كا هذه يا ذو بتوني هذه تبلارن ونو سو كبي طبعا كل يوم كارسين تونا مختوتنا وكارسين تونا بارك الله لكم ان شاء الله. انما دي متعوش كاي قاسي اما ويا شغله راح نكمل عبد الرشيد بيت ان شاء الله. شاء الله راح نكون حقا وي بسرعه nasiib wanaag waxa u soo baxay mid kalar gaara isagu oo kaba yadu waxay noogu xiga shanta kulli salaam wal khayr ee Abubakar Cabdullaahi. Sheekhan salaam kulli walaalkeena way jiraa shugaan sheekh taaf sheekhu intaasi waxay noogu dhan barnaamijkii aanu idinka soo diyaarinay buuggii uu sheekh maxamuud naxwe uu ku soo bandhigay hoolka jaamacadda camuud ee ku yaala gudaha magaalada boorama ama bartamaha magaalada boorama ee magaciisa layidhaa city center. Bugga oo magaciisa uu ahaa badhaadhaha guurka iyo aragtida islaamka ee habdhaqanka lamaanaha, waxaa barnaamijka idiin soo tabinayay aniga oo maxamed cabdillaahi dabshid ah kana mid ah wariyaasha ka howlgala shabakada warbaahinta ee cadceed.com. waxaan idinka ka tegayaa isma dhaafno.